قال اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال. عرفت معنى الزوال؟ يعني الزوال الشمس في السماء في الوسط، لا يمين ولا شمال، تبدأ في الزوال. إذا كان هذا المشرق هي تبدأ في الزوال التحرك ناحية المغرب. فالشيء الذي هو واقف هنا إذا الشمس انحرفت ظله ناحية الإشراق يسمى الفيء. يسمي الفيء. فما الفارق يا محمد بن عبد الرزاق بين الفيء والظل؟ الفيء يكون بعد الظهر أو بعد الزوال، والظل في الأصل قبل الزوال. ده تقسيم. وإلا فالفيء هو ظل أيضا، الفيء هو أيضا ظل، لكن يسمونه الظل المتراجع. إذن بداية وقت الظهر لا اختلاف فيها إلا في وقت الجمعة، وإلا خلافا شاذا عن ابن عباس إن ثبت النقل عنه. قال